يشرفني دائما ومن كان من قبلي من إخوتي من ولدنا عبد العزيز أن نكون خدام الحرمين الشريفين. نحن وشعبنا في بلادنا كلنا خدام الحرمين الشريفين، والحمد لله بلدنا تتمتع بالأمن والاطمئنان الحمد لله. والحاج والمعتمر والزائر كما قلت وأكررها يزور يحج ويزور المدينة المنورة ويمشي في هذه البلاد الكبيرة القارة آمن ومطمئن الحمد لله. يجب علينا أن نشكر ربنا عز وجل على هذه النعمة، والحمد لله رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.